يطرح لهذا الموضوع معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الأستاذ عبد الله رشيد مدير تحرير صحيفة غلف نيوز الإماراتية. مساء الخير سيد عبد الله، وكما هو ملاحظ أن الدعم القطري المزعوم للقضية الفلسطينية ينحصر فقط في الدعم السياسي والاقتصادي لحركة حماس ومن يدور في فلكها في غزة، برأيكم كيف ساهم هذا في تعميق الانقسام الفلسطيني برعاية قطرية، وإلى أي حد صب في مصلحة إسرائيل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم جميعا. الحقيقة أن العلاقات القطرية الإسرائيلية طبعا علاقة مش خافية ولا سرية، يعني هي مسجلة وموجودة عبر وسائل الإعلام سواء الصوت والصورة والصحافة المكتوبة. هي علاقات طبعا بدأت من 96، كانت شبه يعني علاقة دبلوماسية شبه كاملة. اللي ادى الى تعميق الانقسام الفلسطيني ان الجانب القطري لعب على المتناقضات في السلطه الفلسطينيه. معروف ان السلطه الفلسطينيه فيها انقسامات، فيها تيارات، وفيها بعض محسوب على تيارات دينيه وبعض محسوب على تيارات اليسار واليمين وغيره. فهي لعبت على هذه التيارات بحيث ان تتعمق الخلافات لكي تستطيع هي ان تتغلغل بين الصفوف الفلسطينيين. طبعا العذر القطري دائما ان احنا او سياستنا ان نتواجد لكي يكون لنا موطئ قدم في اي مشكله ولا ازمه ولا تفاوض ولا وساطه ولا غيره، وهذا عذر طبعا اقبح من ذنب، لان انت لما تيجي تتخذ قرار مثل هذا ان تعيد علاقات دبلوماسيه او تقيم علاقات دبلوماسيه مع اسرائيل يجب ان يتم من خلال منظومة مجلس الجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي ومنظومة الأقليمية اللي أنت عضو فيها، إنما بالعلاقات الفردية هذا تعتبر خرق واضح للنظام الأساسي للجامعة الدول العربية. العلاقات القطرية الإسرائيلية معروف أنها بدأت بعد مؤتمر مدريد، وكان أول لقاء قطري إسرائيلي مع رئيس الحكومة الإسرائيلية وقتها شمعون بيريز لما زار قطر في 96، وهذه طبعا كلها مسجله يعني مش مخفيه، يعني مش امور لا تستطيع قطر ولا اي دوله ان تخفيها. بعدين صار افتتاح المتحف التجاري، وكما هو معروف توقيع اتفاقيه بيع الغاز. يعني اسرائيل كانت او قطر كانت تنظر الى نقطه انه نحن ممكن نقدم انفسنا لكم يا اسرائيليين كبائع للغاز في حال انقطاع الغاز من اي طرف، من سيناء، من جانب مصر، من الاردن، من اي مكان، من يعني من عبر الاردن يعني من اي مكان اخر. فالهدف كان مكسب على حساب المبادئ. نعم. هذه معروفه. وبعدين تم انشاء بورصه الغاز القطري في تل ابيب، معروفه هذه يعني مش مخفيه، يعني الاسرائيليين اعلنوها والقطريين ما نفوها. المكتب التجاري كان موجود لغايه سنه 2000، من 96 الى عام 2000، ولولا يعني الخجل من الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي راح ضحيتها العشرات من الشباب الفلسطينيين والنساء والأطفال برصاص العدو الصهيوني، الخجل هو اللي يمكن أعلن عن إغلاق المكتب. لا أعرف أغلق ولا هو جمد، لم يتم إغلاقه كما أعلنوا، هو فقط تجميد للمكتب. نعم هو تجميد. نعم. بالضبط. لكن هل في الخفاء توقفت العلاقات؟ أنا أعتقد أنه لم تتوقف، لأن في عهد نتنياهو استمرت العلاقات. نعم. صار مرة في سر وانكشف أن حمد بن جاسم في باريس التقى مع نتنياهو، وشارك أيضا أو قطر شاركت بشكل أو بآخر بشكل مباشر حتى في مسألة المفاوضات اللي صارت للجندي الإسرائيلي اللي كان مختطف. وهم هذا التدخلات هذه، انه انا اكون موجود في اي مكان يعني يدسون نفهم في اي موضوع بغض النظر عن هذا الموضوع او هذه المساله فيها مبادئ وفيها اخلاقيات وفيها مثل وفيها نظم اساسيه وفيها تجمعات واقليميه وغيرها. ابدا يضربون عرض الحائط بكل المبادئ هذه ويدعون انهم يعني كانوا دوله عظمى. نعم سيد عبد الله، تحدثت عن توقيت انطلاق هذه العلاقات بين قطر وإسرائيل، وهو تزامن مع الانقلاب الذي قاده الشيخ حمد بن خليفة في قطر. نعم. هل من الممكن الربط بين توقيت هذه العلاقة وبين توجه قطر مثلا نحو مشروع توسعي تخريبي في المنطقة؟ نعم لأن بعد الانقلاب بدأ المشروع القطري يعني معالم المشروع القطري للتوسع في هذا المجال واضحا. نعم. ويمكن كان قبل بالخفاء أكثر شوية، لكن بعد الانقلاب بدأ واضحا. العلاقات الإسرائيلية القطرية أصبحت علنية، رسائل متبادلة وتعلن عنها،
زيارات متبادلة ويتم تصويرها وتعلن عنها. نعم. يعني لدرجة أن شوف لوين، يعني أنه بعد 2009 كان مرة أرسل قطر مرة أخرى رسالة إلى إسرائيل لتجديد العلاقة، ولكن الحكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية رفض، ووزير الخارجية ليبرمان أعلن عن رفضه، يعني نعم. يعني أعلن أنه إحنا نرفض إعادة العلاقات لهالدرجة، يعني مذلة. وبالرغم من هذا هم يجرون خلف إرضاء إسرائيل وإعادة العلاقات مع إسرائيل، بالرغم من أن تم حسب ما هم يقولون يعني أن تم تجميد العلاقات. الشرح كامل للعلاقات بين العلاقات الإسرائيلية القطرية في مؤلف إسرائيلي سامي ريفيرا معروف، يعني مؤلف كتاب اسمه قطر وإسرائيل ملف العلاقات السرية، يتحدث فيها هو، هذا كان رئيس وزير مفوض بسفارة إسرائيل في العاصمة الفرنسية باريس، مؤلف الكتاب هذا اسمه قطر وإسرائيل ملف العلاقات السرية، شرح بالتحديد والتواريخ والأماكن اللي كانوا يلتقون فيها، وماذا جرى في يعني في الاجتماعات ومحاضر الاجتماعات، هذا موجود، والكتاب اعتقد ترجم للعربيه، ما اعرف اذا ترجم ولا لا. نعم. بس هو موجود ويصفح كل يعني محاولات قطر ان تتنصل من هذا من هذه العلاقه. ولكن الجانب الاسرائيلي مثل ما انتم عارفين انه اسرائيل الاعلام هناك يعني تيارات مختلفه، وممكن يكشفون اي علاقه او اي موضوع بكل سهوله عبر وسائل الاعلام، ما في شيء ممكن يخفى اليوم، يعني نعم انك انت تخفي. وبالرغم من هذا هم يدعون انهم يعني تبريرهم سخيف، يعني تبرير غير عقلاني وغير منطقي وغير سياسي، ان انا اكون يكون لي دور، انت مين عشان يكون لك دور؟ نعم. الدور يجب ان يكون للجامعه العربيه، الدور يجب ان يكون لمجلس التعاون، بالتاكيد دور فردي. بالتأكيد سيد عبد الله، على العموم هي لم تعد علاقات سرية بين قطر وإسرائيل. من أبو ظبي السيد عبد الله رشيد مدير تحرير صحيفة غلف نيوز الإماراتية، شكرا جزيلا لك.